السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شابتر 4 اللي بيتكلم عن الـ Environments and Tools. هنتكلم الأول عن الـ Tools اللي بنستخدمها في الموبايل تيستينج. زي ما قلنا قبل كده إن الموبايل ديفايسز والماركت بتاعها بيتوسع بطريقة سريعة جدا، بس الحمد لله من حسن حظنا إن الـ Tools برضو اللي بتعمل تيستينج موبايل أبليكيشنز مواكبة للتوسع ده وبتكتر معايا برضو، فبالتالي انت كتستر قدامك تولز كتير جدا في السوق ولازم تختار منهم التول الافضل رغم الاختلافات ما بينهم في الكابابيليتيز والريلايبيليتيز بتاعه كل تول عن التانية. احنا هنحاول نفهم الاوبشنز الموجوده في السوق ونشوف نختار انهي اوبشن في انهي وقت. في عندنا اول حاجه نوعين من التولز، في تولز بتعمل جنرال تيستينج سبورت وتولز مخصصه للموبايل ابلكيشنز. التولز المخصصه للموبايل ابلكيشنز لازم يكون فيها الصفات دي، يعني انت لما تجيب تول لازم تتاكد انها بتعمل الحاجات دي. اول حاجه انها تقدر تعمل ادابتيشن مع انفايرمنتس مختلفه وبروتوكولز مختلفه. تاني حاجه ان هي تقدر تعمل سيموليشن لنيتيف ديفايس. تالت حاجه ان هي بتقدر تتست عليها سواء اي او اس او اندرويد او اي اوبريتنج سيستم تاني. رابع حاجه ان انت تقدر تعمل بيها سيموليشن لعدد من اليوزرز في نفس الوقت بيدخلوا على السيستم اللي هو اللود والستريس تيستينج. برضو التول دي لازم تكون تقدر تعمل سبورت لميكس تو فاري locations of devices، ان انا مثلا الديفايس بتاعي في اوضه ضلمه في اوضه منوره بره البيت في البيت وهكذا. برضو التول دي لازم تقدر تديني سيموليشن لنتوركس بسرعات مختلفه وجودات مختلفه، ان انا عايز مثلا اجرب الابلكيشن ده على 3G او 4G او على انترنت بيقطع او على الواي فاي وهكذا. برضو ان هي التول لازم تديني اوبشن ان انا اقدر اعمل كونكت وديسكونكت وريكونكت على نتورك عشان اجرب التستنج عليها. لازم وانا بختار التول اكون فاهم قدرات الابلكيشن بتاعي، الانفايرمنتس اللي هيشتغل عليها، والتستنج ريكويرمنتس اللي انا محتاجها عشان اختار التول دي. بما ان السوق بيتغير بسرعه جدا فانا لازم اختار تول كويسه واتاكد ان الفيندور بتاعها هيديني سبورت كويس وهيديني منتج كويس. لازم اعمل زي ما قلنا بايلوت بروجكت او بايلوت تيستنج زي ما اتكلمنا في الفاونديشن ليفل على التول دي واتاكد انها تشتغل على الانفايرمنتس اللي انا محتاجها. وما ينفعش انخدع بان التول رخيصه، محدش يقول ان انا التول دي فري او رخيصه فانا هشتريها عشان ارخص. لا، ممكن التول الرخيصه دي تكلفني وقت وفلوس كتير في اني افهمها واني اطبقها واني اعمل تريننج للناس عليها، فانا لازم اقيم التول سواء كانت رخيصه او غاليه، ما نخدعش بالسعر بس. لازم برضو التول اقيمها من ناحيه اليوزابيليتي او الايزو فيوز، ما ينفعش اجيب تول وبعدين التيم نفسه يتعب عشان يفهمها، ما تكونش سهله في التعامل، فانا لازم التول نفسها تكون يوزابل ليا كتيم تيستينج، ما اتعبش في اني افهمها. في اوقات مثلا نلاقي تول اخر فيرجن منها نزلت في 2016 واحنا دلوقتي في 2018 وعارفين ان في فيرجن جديده هتنزل بتاعه 2019 بعد شهر. في الحاله دي بيكون القرار الحكيم ان انا استنى الفيرجن الجديده بدل ما اشتري الفيرجن القديمه، رغم ان في فروقات كتير في القدرات ما بين الفيرجن دي ودي. زي ما قلنا في تولز خاصه بالموبايل فيلد وفي تولز جينيريك بنستخدمها في اي نوع من التستنج. الجينيريك تولز هتفضل مفيده معانا ليه؟ لان احنا مثلا التست مانجمنت تولز، الديفكت مانجمنت تولز، الريكويرمنتس مانجمنت تولز زي جيرا وتي اف اس والحاجات دي انا كده كده هستخدمها سواء كنت بعمل موبايل ابلكيشن او ابلكيشن عادي. برضه البيلد تولز والكونتينوس انتجريشن واليونت تيستينج تولز كل الحاجات دي هيستخدمها الديفلوبر، هي اللي بيستخدمها في المشاريع العاديه. واكيد برضه بما ان اغلب الموبايل ابلكيشنز ليها باك اند الابلكيشن بيتعامل معاها، فالباك اند دي في الاساس هي ويب ابلكيشن او ويب بروجكت وفيها داتابيز، كل الحاجات دي ملهاش دعوه خالص بالموبايل وبنتستها تيستينج عادي جدا زي اللي بنعمله في اي ابلكيشن عادي. انما بقى لما نيجي نتكلم عن الموبايل ابلكيشن نفسه والتيستينج بتاعه بيجي عندنا اوبشنين، اوبشن الكوميرشال تولز والاوبن سورس تولز. الكوميرشال تولز اللي هي في شركه عامله التول دي عشان تكسب من وراها، فانت بتشتريها منها مقابل مبلغ معين. التولز دي ريلايبل اكتر لان فيها باجات اقل، في شركه بتعمل سبورت ليها ومهتمه وتيم كبير بيعملها، بس مشكلتها ان هي بتبقى متاخره شويه، بمعنى ان انت ممكن يكون انت محتاج حاجه لسه الشركه ما نزلتش فيرجن جديده من التول بتعمل سبورت ليها. الاوبن سورس تولز على الناحيه الثانيه دي ناس انديفيدوالز او كوميونيتيز عاملينها عشان يستفيدوا منها. الاوبن سورس تولز في الغالب بتكون مركزه على حاجه معينه ان هي تحل مشكله معينه، يعني تول خاصه بالبرفورمانس، تول خاصه بالاوتوميشن وهكذا. انما الكوميرشال تولز اللي بفلوس في الغالب بتكون بتعمل كابابيلتيز كتير جدا ممكن اصلا تغنيك عن اي تول تاني. في الموبايل ابلكيشن تيستينج عندنا في اوبن سورس تولز كتير ممكن نختار منها زي ما قلنا، وفي برضو كوميرشال تولز بس زي ما قلنا مشكلتها ان هي ممكن تكون متاخره شويه. قبل ما تختار دي او دي لازم نعرف ان ولا دي افضل ولا دي افضل، وفي حاجات الكوميرشال تول احسن وفي حاجات الاوبن سورس تولز احسن، وعلى حسب برضو ميزانيتك وحجم الشركه بتاعتك. انت شركه صغيره معكش فلوس كتير ما بتحتاجش مثلا اوتوميشن فانت مش مستاهله ان انت تدفع فلوس، على العكس ممكن شركه تاني تدفع فلوس في حاجه يجي لها مكسب منها اكثر. عشان كده بنقيس حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت او الار او اي، نشوف انا بدفع قد ايه
وبستفيد قد ايه. لو الاستفادة اكتر من اللي دفعته بغض النظر عن انا هدفع كام، دي حاجة كويسة.